أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا أعزائي المشاهدين عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. قال وكيل وزارة التربية في حكومة مصطفى الكاظمي فلاح القيسي بأن الوزارة تطبع الكتب المدرسية بالدين وأن مديونيتها وصلت إلى 60 مليار دينار عراقي. وأضاف القيسي بأن الوزارة لا تستطيع توفير المخصصات اللازمة لطباعة الكتب على الرغم مما وصفه بالموازنات الانفجارية، وتلجأ لمطالبة الطلاب بإرجاع كتبهم في نهاية العام الدراسي من أجل إعادة استخدامها في العام المقبل. دعونا نتابع تصريح وكيل وزارة التربية فلاح القيسي حول هذا الموضوع. الأهل الطباعة اللي طبعاً الكتب مال العام اللي احنا طبعنا 50%، يعني شو هاي دين؟ بالدين. شو قد مطلوبة الوزارة؟ خلي سمعوني يعني هسه. شو قد مطلوبة الوزارة؟ بال 60 مليار اللي طبعاً 50%. 50% سويناه مسترجع من الطلاب، قلنا لهم رجعوا الكتب وحاولوا تغلفونا إياها. طبعاً تفاعل العراقيون مع هذا التصريح، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك حول تصريح وكيل وزارة التربية فلاح القيسي حول مديونية وزارة التربية وحول طباعة الكتب. طلال قال شقد يتبشبشون، العتاقة كان حصار على البلد والطلاب يستلمون كتبهم كاملة ودفاتر وقرطاسية، هسه دا يبيعون نفط ودا يصيحون مديونين، هذا دليل على أنكم مو رجال دولة. أما كريم حنتوش الموسوي فعلق هو الآخر وقال حسبنا الله ونعم الوكيل بمن كان السبب في نهب ثروات البلاد وانهيار التربية والتعليم. هند الجميلي قالت واقع مبكي ومؤلم، الوزارة غير يكون عندها مطبعة لطباعة الكتب تتساءل. وسام التميمي قال والله عجيب هذا البلد، يا وزارة اللي تلزمها تقول ما عندي فلوس لعد الموازنات، وين جاي تروح؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. طبعا عندما كنا طلابا في المدرسة كنا نقرأ على الكتب المدرسية بأن هذا الكتاب طبع في مطابع وزارة التربية أو في مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما وصلنا إلى المرحلة الجامعية، لكن الأمر تغير بعد العام 2003. وزارات التربية في الحكومات المتعاقبة تذهب إلى طباعة الكتب في مطابع غير خاضعة إلى وزارة التربية. ومثل ما قرأنا بالتعليقات تساءل العراقيون حول لماذا لا تطبع وزارة التربية الكتب داخل وزارة التربية، مطابع خاصة كلها كما كان في السابق وكما هو معمول به في كل دول العالم. يعني وزارة التربية تطبع الكتب خارج الوزارة ومطلوبة 60 مليار دينار، هذا بحسب ما شاهدناه واستمعنا إلى من قبل وكيل وزارة التربية في العراق فلاح القيسي، ومثل ما أخذنا بعض التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي واستغراب الجمهور العراقي من هذا التصريح. طبعا نستقبل اتصالاتكم حول هذا الملف وملفات أخرى سوف نأتي عليها تباعا أعزائي المشاهدين. دعونا نذهب إلى ملف آخر وهو ملف أزمة البنزين في العراق منذ فترة. منذ شهر مارس آيار الشهر الثالث تتواصل أزمة الوقود وتحديدا البنزين في العاصمة العراقية بغداد وفي محافظات أخرى منها نينوى والتأميم والبصرة، لا سيما بعد أن أغلقت عدة محطات أبوابها فيما تسجل طوابير انتظار طويلة من السيارات أمام المحطات المفتوحة في ظل تزايد توسع الأزمة التي وصلت إلى محافظات الجنوب وعلى رأسها محافظة البصرة الغنية بالنفط. مصادر محلية قالت في مارس أيار الماضي في بغداد بأن نحو 25% من محطات الوقود في العاصمة بغداد لم تفتح أبوابها بسبب عدم توفر البنزين، فيما يزداد الزحام أمام المحطات المفتوحة وهو ما يتسبب غالبا في ازدحامات إضافية يعاني منها العراقيون أصلا.
بيّنت هذه المصادر المحلية في بغداد لمصادر صحفية بأن الأزمة بدأت مع غياب مادة البنزين المحسن السوبر كما معروف بالعراق. عاملون في محطات بغداد عللوا غياب البنزين بعدم وصول البنزين المستورد من إيران، حيث يعتمد العراق في جزء من استهلاكه اليومي على البنزين الإيراني بشكل أساسي منذ سنوات، وزاد الاعتماد على البنزين الإيراني أكثر بعد انهيار المصافي العراقية الهامة وأبرزها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين التي كانت توفر نحو 60% من حاجة العراقيين من الوقود. مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق يظهر أزمة الوقود في العاصمة بغداد وطوابير طويلة للسيارات أمام محطات التعبية. دعونا نتابع من العاصمة بغداد. نبقى مع أزمة البنزين في محافظات العراق ونتجه إلى محافظة البصرة جنوبا، المحافظة الغنية بالنفط، حيث أظهر مقطع متداول طوابير سيارات طويلة بسبب أزمة الوقود في محافظة البصرة، فلنتابع. نبقى مع ملف أزمة البنزين في المحافظات العراقية ونذهب إلى كركوك الغنية بالنفط كذلك، وعلى الرغم من لجوء السلطات هناك منذ أشهر إلى اعتماد نظام البطاقة الوقودية بالتحديد منذ بداية شهر نيسان الماضي، وذلك لتزويد السائقين بالبنزين العادي وبالسعر الحكومي البالغ 450 دينارا للتر الواحد، ومن باب تقليل الزحام على محطات الوقود، إلا أن أزمة الوقود في كركوك مستمرة، حيث قطع محتجون في كركوك بمحافظة التأميم الطريق الرابط بين رأس الجسر والشارع الرئيس في كركوك احتجاجا على أزمة الوقود. طالبوا السلطات الحكومية بالتدخل لحل الأزمة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل السيارات والمنشآت الصناعية في المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. دعونا نتابع المقطع التالي من كركوك. تفاعل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول أزمة البنزين في محافظات عراقية، ومنهم من قال حول هذه الأزمة على فيسبوك من التعليقات كمحمد ناصر قال: غياب القانون وعدم محاسبة المقصرين ينتج الأزمات للمواطن المسكين. أبو سجاد الصباحي قال: أزمة مفتعلة من أجل رفع سعر البنزين. أما سلام فقال: مع الأسف دخلونا بأزمات مفتعلة، ظل المواطن يركض على الماء، على الكهرباء، على البنزين، وضنك المعيشة. أما أبو سعد فقال: أنتم وزارة فاشلة وفاسدة، نحن نجهز العالم بالنفط وتصير عندنا أزمة بنزين. يقول: هذا يدل على فشلكم وفسادكم، سارعوا لحد الأزمة قبل أن لا يثور عليكم الشعب، يقول أبو سعد. أما تعليق آخر، نعم، قال محمد، أخذنا هذا التعليق، وأبو سجاد وكذلك سلام
تحدث أبو سعد. طبعا في وقت سابق أشار محافظ نينوى نجم الجبوري إلى أن معلومات تفيد بأن جزءا من المنتجات النفطية ربما تهرب، مؤكدا في تصريح لمحطة فضائية محلية في وقتها بأنه أعطى توجيهات لقوات الأمن بتجديد السيطرات النقاط الأمنية في سبيل عدم خروج أي منتجات نفطية من المحافظة، مع العلم بأن محافظة نينوى تتلقى يوميا أكثر من 2 مليون لتر من الوقود، وهي أعلى حصة مخصصة لمحافظة عراقية بعد العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا الجرافيك حول أزمة الوقود في المحافظات العراقية التي تشغل المواطن العراقي منذ فترة وهي مستمرة لغاية الآن. نتابع هذا الجرافيك ونعود إليكم. نعم، معنا اتصال محمد من أمريكا. محمد، تحدثنا في الملف الأول حول ما جاء على لسان وكيل وزارة التربية بأن الوزارة تطبع الكتب المدرسية بالدين وبأن مديونيتها وصلت إلى 60 مليار دينار عراقي، وفي الملف الثاني حول استمرار أزمة البنزين الوقود في العراق. تفضل محمد، مرحبا بك. أهلا وسلام عليكم، أحيي قناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا بك استاذ عمر. عمر انت من 2003 هم سووا رحم الوالدين، ناس ملتهين يبوقون ويهربون ويقتلون بالشعب، هم سووا رحم الوالدين. هسه المدارس العراقيه كلها المنهج مالها ايراني فارسي، عم يدرسون الطلبه ايراني ليس عراقي، عم ذولا ملتهين باسم البوق، ذولا العتاق اللي يحكمون العراق ليس يحكمون العراق، ذولا عتاق عمي، ذولا ذيول ايران، ليس عندهم غيره على الشعب، ذولا تابعين لايران. المواطن العراقي يعني عنده كثير من الأزمات، كثير من المصائب، كهرباء ومي وخدمات ومي ملوث وبيئة ملوثة، تنضاف إلى أزمة الوقود في بلد يصدر أكثر من 4 مليون برميل نفط بي في اليوم الواحد. ليش ما يرجعون وصفة بيجي اللي كان يغطى 60% من حاجة المواطنين العراقيين؟ وصفة بيجي فسخوا الدوليران الحشد، هم هذول اصايفها للحق، عم النفط يهربون الميليشيات الحشد، يودوا لايران عم يهربوه، سوريا يهربوه، ودوا تركيا يهربون النفط، الميليشيات الايرانيه القذره حشر، تبع ايران يهربون لايران النفط، نفط الاسود ونفط البيجي، مصر بيجي مو فسخوا، هم الميليشيات اصايفها للحق، كفيلك الله دمروا لي البلد، والشعب نايم، اصحى يا شعب اصحى. اصحى على ذول العصابات تابعة لذيول ايران. الخزي والعار لابو عمامه، الخزي والعار لابو قار، تحياتي لقناة الرافدين. محمد من امريكا كان معنا. سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بك استاذ عمر، تحياتي لك وللبرنامج. استاذي انا احس ان القناة فيها تشويف. نسمع تشويف. ولكن ايضا العراق كان منارة للعرب والمعرفة. منارة للعلم والمعرفة، كان العراق سابقا منارة للعلم والمعرفة، ولكن العراق بلد الخيرات يا أستاذي والمليارات، بلد الخيرات والمليارات، أين تذهب هذه الأموال يا أستاذي؟ أين دور البرلمان المحترمين؟ أين دور الحكومة يا أستاذي؟ الكل ينادي والكل يشتكي والكل يصيح ويفتقر إلى الله يا أستاذي.
أنتم ما عندكم فقر، أنتم أغنياء. بلد النفط، بلد الزراعة، بلد المياه، بلد المليارات، بلد الخيرات. وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج وشكرا. أهلا بك. أحمد من مصر، تفضل أحمد. أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك. بحييك وبحيي قناة الرمضان والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. بالنسبة لحد ما يسمى وزير الدفاع العراقي جمعنات، ما يسمى جمعنات، بالنسبة لتصريحاته تم السلاح من الميليشيات والعشائر، وان الجيش العراقي انهزم في حرب الكويت فانا بقول له إن انت لو راجل محترم تستقيل، لانك دي خيانه للوطن. انت ازاي تقول الكلام ده على بلدك؟ لان الجيش العراقي تامر عليه، الدول كلها تامرت عليه وقعوه، لان كان الجيش، لان صدام كان هدد امن اسرائيل في المنطقه، وكان له قوه وله هيبه. العراق كان له هيبه ايامه، اللي هم بيقولوا عليه النظام الدكتاتوري والنظام البائد اللي هم بيدعوا بيه. وهم شنو اللي سووه؟ هم رامين الناس في السجون. شنو اللي سووه من الشعب العراقي من 2003 بعد سقوط النظام الوطني السابق؟ فالمفروض ان هم دول اللي عندهم دم يستقيلوا من البلد. وبالنسبه لمصطفى الكاظمي بيقول لك انا مش عارف ايه وايه، طب هو لو راجل يروح يتقل الناس اللي قصفوا بيته؟ يعني اللي هو اتكلم هيطودني، بيقول لك هيطودني بهذه رئيس وزراء. لو هو الناس يعني كل واحد بيدور على الكرسي ما يلموش البلد. فهم ما يقولوا الكلام ده يبقى الشعب يعمل ايه؟ الناس الفقراء، الناس اللي بيقول لك المجاري طلع عليهم وماكو كهرباء وماكو مي، شو اللي يسووه يعني؟ والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو خطاب من الانبار، ابو خطاب، أزمة وقود مستمرة في المحافظات العراقية، ليش العراق أبو النفط اللي يصدر أكثر من 4 مليون برميل باليوم الواحد، ليش يستورد البنزين من إيران وغير إيران؟ وعندنا أزمة اليوم بغداد بالبصرة بكركوك، ذاك اليوم بالأنبار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم أستاذ عمر. حياك الله، يا أهلا بك. شلونك استاذ عمر؟ الله يخليك، الله يحفظك. سألني عن البنزين استاذ عمر. نعم نعم. وعن الجاز. نعم، عن أزمة الوقود بالعراق. غير جاي. شلون؟ ها؟ شلون؟ جايب وقود بها الوليد ومسوي الأزمة. الحكومة البرلمانية ناوي يصبر عليهم. نعم. جايب وقود بها غير مسوي الأزمة. وين يودوه؟ يودوه لإيران. الإيران هم دا يشترون من إيران. للميليشيات مالتهم. هم دا يشترون. أبو خطاب، هم دا يشترون البنزين من إيران. والله لا تسمع الحكي، ما يشترون البنزين من إيران. وين الغاز؟ ومصفى بيجي اللي كان يغطي 60% من حاجة العراق، اليوم ما موجود مصفى بيجي. هذول ما جايين على خير العراق، هذول جايين الهلاك العراق. استاذ عمر. نعم والله جايين الهلاك العراق، وهاي ما يصير. العراق ما تقوم لقائمه ابد. نعم والله ما زود ذول الحكومه، والله ما تقوم للعراق قائمه. نعم، انا اشكرك ابو خطاب من الانبار. كان معنا قاسم من السماوه، تفضل قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من تحت الحمات منذ 2003 ولحد الآن أعني هي هذه الملكات الديون إيران، خدمت إيران هي والأحزاب اللي جاءت مع الاحتلال. زين قاسم، ماشي قاسم. قاسم تسمعني؟ العراق عنده ما شاء الله نفط، وباليوم الواحد يصدر أكثر من 4 مليون برميل، هذا المعلن بحسب وزارة النفط. معقولة بلد بهذا الحجم غني بالنفط يستورد بنزين وعنده اليوم أزمة؟ المحطات ما بيها، كركوك الغنية بالنفط عندها أزمة، البصرة الغنية بالنفط عندها أزمة بالوقود، بغداد عندها أزمة، نينوى عندها أزمة، الأنبار عندها أزمة، والأزمة باستمرار. شو نفسر هاي الحالة؟ وين الحكومة؟ وين وزارة النفط عن هذه القضية؟ شنو السبب برأيك؟ يا حكومة
هذه حكومة حكومة هذه الله وكيلها خدم الاحتلال، يعني هم من جاءوا ما جاءوا لخدمة الحرب، جاءوا لتمزيق العراق هذول على حساب الأجندات اللي نصبتهم، ما جاءوا. هسه شوفوا فككوا شكوا مصافي العراق، يعني فككوها شكوا شكوا خبر نعم اللي قتلوه وتهجروه زين ولا ما خلوا شيء لفائدة الشعب العراق، كل شيء هم يدموا على يد هذه الأحزاب خدمة الاحتلال جيود إيران وكذلك ميليشيات الحج الشعبي، هذه الميليشيا اللي هي كذلك خدم المحتل، هؤلاء كلهم هم اللي تابع لهم. تنظر إلى السجون والمحتقلات مليئة بالمحتقلين وكلهم زين، ليش ما يرجعون مصفى بيجي حتى ينتج بنزين ووقود للعراق او يسوون مصافي جديده؟ يعني هم اخوي هم ما جاوا المصافي في العراق، هم جاوا لانهاك العراق لارغام الشعب العراقي للمعاناه اللي اتت معاناه هذه. يعني من هو اللي قطع الماء بالعراق هنا؟ المياه نعم هكذا. لكن هم بواسطة هذه الخدم، بواسطة هالخدم اللي هم سرقوا ما قل وكل شيء ما سرقوه، هم نشروا المخدرات، يعني المخدرات اللي ما كان العراق لديه بها. نعم. أنا أشكرك قاسم من السماوة، كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين تبث على القمر تركسات 3A وفق التردد 12729 عمودي، لذا يمكن للمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. أهلا بكم من جديد، ونذهب إلى ملف تلوث الأنهر في العراق. في أبريل الماضي حذرت وزارة الموارد المائية في العراق من تصاعد مستويات التلوث بالأنهار وما قد ينتج عنه من مخاطر صحية وبيئية، وذلك في ظل أزمة الجفاف الواسعة التي يعاني منها العراق إثر قطع إيران العديد من روافد نهر دجلة وتحويل مجرى أخرى عكس اتجاه الأراضي العراقية.
ووفقا للمتحدث باسم الوزارة علي راضي، فإن تسمم المياه وتلوث مياه الأنهار بات من الأمور الخطيرة جدا، مبينا بأن مصادر تلوث المياه تعزى إلى تحويل مجاري المحطات والمصانع والمعامل ومخلفات المستشفيات فيها. وأشار في أبريل في تصريح تلفزيوني بأن تلوث المياه يكون أخطر في مواسم الشح وكذلك الصيد، إذ أن تأثيرها كبير جدا، لأن المياه تطلق أساسا بكميات محدودة لتلبي المتطلبات وخصوصا مياه الشرب. كذلك في أبريل الماضي قال عضو نقابة الأطباء العراقيين سعد الغزي بأن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى النقابة بشأن تلوث المياه، والذي يتسبب به أشخاص ومؤسسات أهلية وحكومية. وقال بدورنا أحنا تلك الشكاوى لوزارة الصحة والبيئة. وأوضح الغزي في تصريح صحفي بأن تلوث المياه له مخاطر صحية كبيرة جدا على حياة الإنسان، إذ أن مشاريع تصفية المياه تستخدم مياه تلك الأنهار، وهو ما سيتسبب بأمراض خطيرة، كما أن المخاطر تتجاوز الإنسان إلى المواشي والتي تعتمد على مياه تلك الأنهار بشكل مباشر. وحذر من خطورة إهمال هذا الملف وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، فضلا عن أهمية التحرك على الدول التي تقطع المياه عن العراق والذي أسهم في تلوثها. حمل الغزي الحكومة والوزارات المعنية مسؤولية متابعة الملف داخل وخارج البلاد، وأن تكون على قدر المسؤولية للحفاظ على حياة الناس وعلى الثروات الحيوانية. وكانت مديرية بيئة محافظة ديالى قد أكدت بأن نهر ديالى الذي يعد شريان المياه الرئيسي لأغلب مناطقها تحول إلى أشبه بقناة تصريف بسبب تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وقد تجاوزت نسبة التلوث في النهر 60% نتيجة شح المياه فيه. شاب عراقي تحدث عن تلوث نهر خريسان في بعقوبة مركز محافظة ديالى، والذي تحول إلى مركز للأمراض وتراكم النفايات في ظل غياب الدور الحكومي. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. هذا نهر الخريسان اللي يعتمد عليه ما يقارب 500 ألف مواطن في مدينة بعقوبة، كلها نفايات ومياه آسنة وملوث بشكل كامل. اليوم انخفض منسوب المياه في النهر بعد فتح منفذ لناحية العبارة والتجاوزات اللي حصلت وكسر أذرع النهر حتى انخفض المي به، بالإضافة إلى انقطاع الشبه الكامل من نهر ديالى والاعتماد فقط على نهر دجلة. اليوم هذا النهر أصبح ملوث وخطر على مدينة بعقوبة بعد تراكم هذه النفايات والمياه الآسنة والتجاوزات على النهر بربط شبكة المجاري من قبل بعض المحلات. المياه حقيقة أصبحت ملوثة، وخصوصا في ناحية فهرز اللي يعتمد بشكل كامل هذا المقطع على مياه الآسنة ومياه المجاري اللي يستخدمونه الأهالي ممكن إلى البساتين، بالإضافة للأمراض اللي انتشرت داخل هذه المدينة بسبب تراكم النفايات والتلوث من داخل هذا النهر. واليوم بحسب المصادر الطبية أخطر الأمراض ممكن اللي ينصاب بها الإنسان من المياه هي مرض الكوليرا، ممكن أنه ينصاب به الإنسان في أي لحظة بسبب هذه المياه التي أصبحت خطر على مدينة بعقوبة وتهدد ما يقارب 500 ألف مواطن. بماذا علق العراقيون حول تلوث الأنهار في العراق؟ حيدر نزار قال والله خزي وعار على الحكومة المحلية، إذا عندهم كرامة يستقيلون. أما بشار أحمد فعلق وقال دور الحكومة وين والجهات المعنية، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حامد قال أين وزارة البيئة والصحة والموارد؟ هذا نهر تشرب منه الناس، أصحوا يا ناس اهتموا بنفسكم، ما حد يسأل عليكم ترى. أما مقدام أحمد جلال فقال غياب هيبة الدولة سبب كل هذا الخراب. معنا اتصال محمد من بغداد. محمد، يعني وزارة الموارد المائية
يعني حذرت من تصاعد مستويات التلوث في أنهر العراق. وإذا تحدثنا عن ديالى بما أنه المقطع من محافظة ديالى، فمدير بيئة محافظة ديالى أكد بأن 60% من نهر ديالى ملوث، وتحدث هذا الشاب العراقي في المقطع اللي عرضناه قبل قليل عن تلوث نهر خريسان. من المسؤول عن هذا التلوث في أنهر العراق؟ محمد من بغداد، أهلا بك محمد، هل تسمعني؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. الموضوع الثاني هو مسار واحد، يعني بالنسبة لأزمة الوقت وأزمة الجو هو مسار واحد، يعني منعطف واحد. الحكومة العراقية ما توجد أي حد لهذا البلد فقط للتصريحات. ليش؟ لأن أكو جدول من إيران والدول المعادية للعراق أن يظل العراق هيكي بحالة من الفوضى، بحالة من يعني التكشفية، بحالة من عدم الاستقرار. هي مخطط، وأمريكا من جدي من جدي من جاب الثول حكمه العراقية متقصدة لتدمير البلد. وترامب صرح قال البلد هذا انتهى بعد ما يرجعنا من قبل، يعني كدولة عراقية هو نفسه من شهر رئيس أمريكا. فهو مخطط هذا الهجوم. الحل شنو بالعراق؟ هل ما نترجع الدول يسوون شيء؟ والله البيئة على يعني جاب المياه والحدود وهذا، ليش انتم لحد الان متمسكين لحد الدول هاي المجاوره تستوردون من عندها وعلاقاتكم زينه وياها؟ يعني هو قاطع الكهرباء والمي عليك، وانا مجبور اروح استورد الكهرباء من يسان، ليش مو عندي محطات هنا؟ نعم. ليش مو عندي سكوت؟ ليش مو اسوي يعني؟ ليش ابقى من ذا الان؟ ليش هم مو مسؤولين؟ هم يخدمون ايران وغير ايران. ليش؟ لأن يقول لك احنا ما بيت هذا البلد يتطور، الريدة هيجي. يعني هاني اكو فد موضوع جدا اليوم نفس انتباهي يعني. نعم. ولا هو خارج موضوعنا. تفضل لا تفضل. يعني نعم. اي والله دكتور اكو مقطع فيديو شفته باليوتيوب، فد واحد فيه ما انتبهت عليه بصراحة، لأن انا متعمق جدا بهذول المعممين او الشيوخ الوقت يعني من عدا البعض يعني، يعني اغلبيتهم فعلا متخلفين بالدين. فأجى قال هذا التراب اللي يصير بالعراق، هذا الأجناج والتراب والغبار، هذا قرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام. يعني هذا أريد 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 أكلم، هذا هو كان الكلام العقلي اللي كلام، يعني هو هذا صاحي ليش هذا يعرف هو هو إنسان جاهل، فيقول لك أكو جهل في المجتمع. والقصد من هذا الكلام هذه هو خلوا العراق بغاية الفوضى التخلف والجهل. نعم. يعني تغذى العراقيين البعض من العراقيين البعض من المعارك ليتلفعهم خلوهم يبتهون بالكهرباء والمي والخدمات وهاي. ماكو دولة بالعالم تمت العراق دي عيسي حاير بالكهرباء والمي وهاي، هاي خدمات طبيعية كل دول العالم. يعني أنا عندي أصدقاء خارجي سيدي بيدي بحكون من يوم يقول لهم معقول إذا حدا من العراق وصار براس الخير العراق مصر حاليا نفلم لا والله بعد نفس المشكلة من 2004 على حد نعم. فهم يقول لهم هاي متقصد تي بيسوني شيء ما حلو ماكو حل. الحل الوحيد شيء الحل الوحيد العراقيين الشرفاء الوسطاء الناس الواعيين هم المتخلفين والجهلة واعيين، واحنا عندنا الحمد لله اقول اتمنى انكم موجودين. نعم. المفروض انقلاب يسوون على هذا. نعم. والله دكتور صدقني يعني انا اتحدث وياه كان انسان واعي، واذا اشوف هذا الوضع بالعراق دا اشوف وضع متدني وفي طريقه الى الحضيض وطريقه للانهيار واكثر اكثر بعد. فلازم اكو حل، لازم هاي الحكومه تتغير كل زين الاحزاب العراقيه. نعم محمد، يعني اذا تحدثنا على مصلحتهم هم كسياسيين بالحكومه، يعني مو شيء يعني يجلب الدهشه بانه كل فتره تطلع ازمه بالعراق وهذا بالتالي راح يهدد مناصبهم، يعني مثل ما صار بثوره تشرين. ليش اليوم مثلا اكو ازمات بدون حلول، أو ربما تكون أزمات مفتعلة كما يقول العراقيون مثل أزمة الوقود؟ يعني هل يعقل بأن بلد يصدر أكثر من 4 مليون برميل نفط باليوم الواحد، يستورد البنزين من الخارج، ده يخسر العراق ربع مليار باستيراده للوقود؟
ليش هذه الأزمة اللي تضاف إلى أزمات أخرى؟ يعني هي ناقصة الحكومة أو السياسيين ناقصين أزمات حتى يخلون الشعب يغضب بعد أكثر ويغلي عليهم أكثر؟ شو تفسرها دكتور؟ الشعب أنا أقول خل قسم لك نص الشعب العراقي راضي على الوضعية هاي. ليش؟ بدليل بتعليقات المسؤولين يطلعون قدموا تقرير أو يشكون أو يتحدثون أو يحلقون على فد موضوع، تلقي الشعب تلقي الناس كلها تتعلق، الله يحفظه والله ينصره والله يهديه. بس هاي مو نسبة تقدر تقيس عليها أنه نص الشعب. لا أنا مسؤول عن كلامي دكتور، أقول لك نص الشعب العراقي ونص الثاني يفكر شلون يخلص من هذه الحكومة. يعني أنا من ضمن هذا النص اللي دخلت من هذه الحكومة، أكو ناس مستفيدين تمجد بيهم، أكو ناس تقول لك هذول أحسن من غيرهم. شنو الفائدة؟ شنو أحسن من غيرهم؟ شنو اللي قدموه هذول؟ يعني الأحزاب اللي موجودة هسه الدينية وغير الدينية. زين نرجع على نقطة إنه يعني الأزمات. أنا بقول أنا بتقاعد تهموني أنا بقول لك أنا إنسان مثلاً كافر أو ملحد أو هذا. ليش يعني إنسان واعي ومثقف أقول لك هذا الكلام؟ أغلبية يعني أنت برأيك مهما بلغت الأزمات محمد مهما بلغت الأزمات مو بحال الشعب هم تيجي تقول له شلون؟ اي اريد اقول لك ايش يعني اوصل لك اياها هذا الجواب مالي مو بحال الشعب وتبقى حتى لو بعد 20 سنه هذا ما تعيد ولا حدود الا بتغييرهم كلهم. نعم الا بتغييرهم. أنا أشكرك محمد كان معنا من بغداد. دعونا نذهب إلى ملف آخر أعزائي المشاهدين، ملف في العراق. في نيسان أبريل الماضي قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي خلال مؤتمر صحفي، قال بأن المشاريع المتلكئة تبلغ 1452 مشروعاً، وعلى الرغم من إعلان وزارة التخطيط بأنها أنجزت نحو 60% من المستشفيات إلا أن الكثير من العراقيين ينشرون بين الحين والآخر مقاطع تبين تلكؤ المشاريع في مستشفيات المحافظات العراقية، ومنها على سبيل المثال ما تحدث به ناشط بصري وهو يشكو التقاعس الحكومي عن إكمال المستشفى الجراحي الكويتي في محافظة البصرة والذي بلغت نسبة إنجازه 95%، كما تحدث حول مستشفيات أخرى لم تكتمل كالمستشفى الصيني في قضاء أبي الخصيب في البصرة أيضا. دعونا نتابع هذا المقطع. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، انقذ المؤسسات الصحية وسط مدينة البصرة وبالتحديد المكتملات بنسبة 95% في خلفي مستشفى الجراحي الكويتي اللي اكتمل بمنحة الكويت 95%، وهم نقول حسب ما ورد 5% المتوقفات على دائرة صحة البصرة أو على الحكومة المحلية أو على الحكومة الاتحادية وبالتحديد وزارة الصحة في بغداد. نترك الملف إلى السادة النواب لأنه بصراحة عجزنا من مخاطباتنا الدائرة الصحة البصرة. هذا الملف راح أتركه أمانة الله ورسوله للسادة النواب الممثلين عن محافظة البصرة. يعني ما معقولة مستشفى الجراحي الكويتي صار سنوات معطل على 5% ومستشفى التركي ما جاي نعرف وين وصلت به نسبة الإنجاز، وبالتالي بالسابق منجز هو أزيد من 95% وحتى الأجهزة ببطنة. هسه تلفت ما تلفت ما حد راح يقول لنا لأن احنا لا حول ولا قوة. وبالتالي عندنا بعد مستشفى الصيني في قضاء أبو الخصيب وعدد من المؤسسات الصحية المعطلة، نريد متابعة ميدانية وبجدية وبدون مجاملة على المؤسسات الصحية المعطلة من سنوات. هذا ناشدت عليه بالسابق ووعدوني أحد ممثلين دائرة صحة البصرة قال لي أبو حسن راح نفتحه وندعيك على انفتاحه، هذا مستشفى الجراحي الكويتي. فبعد مجاملة ماكو، بما أنه التعليم اتهالك في البصرة وكله خاص، وأيضا الصحة اندمرت كله خاص والعام خلوه يتهالك. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا المقطع بشكل خاص وحول المستشفيات غير المكتملة. فهد السهر قال الأحزاب والميليشيات ما يقبلون تنضرب مصالحهم،
أما محمد المنصوري فقال كل المستشفيات الحكومية لازم تظل تعبانة وتعطل بسبب المستشفيات الأهلية والأطباء اللي يمتلكوها، من تروح للحكومية ينطيك موعد بعيد ويقول لك حتى بنج ماك روح للأهلي. سعد البصراوي قال قطاع الصحة في حالة حرجة. مسعود كاظم علق هو الآخر وقال خلي يفتحون مستشفى الصيني في قضاء أبو الخصيب. معنا اتصال محمد من أو ناصر من بغداد. ناصر كيف نفسر أنه هناك العديد من المستشفيات وبقي على إنجازها نسبة قليلة جدا، لماذا لا تكملها وزارة الصحة أو الجهات المختصة المعنية؟ نعم ناصر هل تسمعني؟ مرحبا أستاذ عمر. أهلا بك أستاذ عمر. أزمة البحرين أزمة اليوم موجودة حتى لقيتها بالكرادة، اليوم حتى أزمة أكو بالكرادة، لأن أغلب المحطات اللي تابعة لأحزاب دينية أستاذ عمر. نعم تمام، بس أنا سألتك على موضوع المستشفيات. أي فروح أزمة البنزين مع يعني اليوم بغداد امتلت والله، يعني المحطة 14 مثلنا في المطار مثلنا بالفرادة. فأزمة حقيقية، لأن أول شيء إحنا المصادر ما قاعد تكتب، أنت مثل ما تفضلت إنه عندنا مصر بيجي راح انتهى، يعني انسرق بعدين من الدمار سرقوه. فالأحزاب الدينية أغلب المنشآت إليه، وأنا اللي اتهمته انه هاي الاحزاب توزع العوائد عليما على المنتسبين للاحزاب، يعني مدخرات رواتب. فاذا هي اصبحت عمليه استهلاكيه واستثماريه في نفس الوقت لهم للاحزاب وللشعب. نعم. فالازمه اللي خلقتها الحكومه العراقيه ازمه. زين احنا هسه على المحطات زين على المستشفيات، لان يعني ما عندي وقت على المستشفيات باقل من دقيقه. نعم. اكو هاي مستشفيات مثل ما عرضنا بالبصره بس غير مكتمله، ليش؟ يعني هي ثمانيه وغير هم حتى شنو المستشفيات الاهليه تشتغل عايمه بالكرميه. نعم. المستشفيات الاهليه نعم. انا اشكرك ناصر من بغداد كان معنا. دعونا نذهب الى فقرة أنت ترى لهذا اليوم، حيث وردنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين الفضائية عبر الأرقام المخصصة لهذه الخدمة، وصلنا مقطع من محافظة بابل لمواطنين يتظاهرون أمام مديرية الموارد المائية احتجاجا على انقطاع المياه وخروج عدد من الأنهر الفرعية عن الخدمة، مما تسبب بتدهور الأراضي الزراعية وهلاك الحيوانات. دعونا نتابع. جماهير محافظة بابل قرية البنافع، عندنا نهرنا الرئيسي منفذ مالته على جدول بابل. جدول بابل سبقا تم تبطينه بصفقة فساد سابقة، لكن شملون صغروا الحجم مات المنفذ من 100 إلى 60، وعلى انه ما مشمولين بالكراخة. لكن تفاجئنا ان الان مدير الموارد المائية 60 شملها بالكراخة، ورجع طمر النهر لمدة 50 متر، مسافة العفو 50 متر، ومنع الأهالي اللي تعدادهم أكثر من 5000 والمناطق الزراعية أكثر من 6000 دونم كذا، منعها من المي الشرب ومي السقي، سقي الحيوانات، يعني اعتداء على حتى على حقوق الإنسان. احنا بالنسبة تأذت المنافع، صار لها فترة أكثر 15 يوم قدمنا طلبات للسيد المدير، يا حولنا يا اتخذ إجراء بها، ماكو لحد هاي اللحظة ماكو أي شيء أو أي استجابة، إنه لأن المنطقة تأذت حالة تأذت، أي ماكو نهائيا، ماكو حتى شرب، ماكو تأذينا حالة تأذينا، تأذت المنطقة، وهاي صارهم 15 يوم يروحون يردون ماكو أي شيء. كيفنا من جهة النحالات؟ شايف لك نحالة الشغل ساعتين 17 كيلو، مشروع 17 كيلو من سدر البزايز 17 كيلو يكفي ساعتين، اللي ثلاث محطات سالت ماي، هسه بطلنا ما نريد عم الزرع، نريد ماي. نعم نذهب إلى الهاشتاج. الامتحانات الخارجية هو نظام معمول به في العراق لمن ترك مقاعد الدراسة أو رسب سنتين متتاليتين ويود العودة إليها بعد السنوات ليقوم بأداء الامتحانات النهائية. من شروط التقديم على الامتحان الخارجي في العراق ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما فأكثر، وأن يكون الطالب قد رسب سنتين بالسادس أو ناجح من الثالث متوسط منذ 3 سنوات،
وفي السنة الرابعة يتم التقديم. تفاعل عراقيون على تويتر وطالبوا على وسم سنوات الانتظار لطلبة الخارجي للمطالبة بإلغاء هذه السنوات، سنوات الانتظار، حيث بأن قانون وزارة التربية لا يسمح بالطلبة الخريجين أو الخارجيين كما يطلق عليهم في العراق الناجحين بالتقديم على الامتحانات للمرحلة الأخرى إلا بعد مرور 3 سنوات. دعونا نتابع بعض التغريدات على هذا الوسم. يقول نور: من عمق المعاناة يشقون الصعاب للحصول على أبسط أحلامهم شهادة ليجدوا الحاجز أمامهم سنوات الانتظار. كل البلدان في العالم ترجي من مواطنيها الدراسة إلا في العراق ينفرونهم ب3 سنوات بين مرحلة وأخرى. يقول: بالعلم تبنى البلدان والانتظار في ذلك. أما زهراء فقالت: إلغاء سنوات الانتظار كوننا أعمارنا لا تسمح بالانتظار. كرار قال: بصراحة قرار مجحف بحق العملية التربوية، الغرض من الانتظار تدمير جيل وهدر سنوات من أعمارنا. زهرة هي الأخرى غررت وقالت تحت هذا الوسم: نحن طلبة الدراسة الخارجية، مطلبنا إلغاء سنوات الانتظار التي باتت عائق بيننا وبين أحلامنا وخطر يهدد مستقبلنا. ليس من الإنصاف أن ينتظر الطالب 4 سنوات بين مرحلة وأخرى حتى يتسنى له التقديم. تقول: أعمارنا لا تسمح بهدر المزيد من السنوات، سنوات الانتظار لطلبة الخارجي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.